جرت العادة في الحروب أن مقومات الحياة الأساسية للسكان لا يمكن المساس بها مهما اشتدت ضراوة الحروب، إلا أن ميليشيا الإنقلاب وأثناء اجتياحها مدينة تعز قامت بتعطيل تلك المقومات الأساسية، حتى أنها قامت باقتلاعها من جذورها في الكثير من المرافق. بكل السبل والأدوات والتوجهات سعت ميليشيا الإنقلاب إلى تعطيل الحياة العامة لسكان مدينة تعز، وركزت بشكل أدق على المرتكزات الحقيقية الملامسة للواقع المعاش، فكان قطاع الكهرباء أحد تلك المرتكزات التي نالت النصيب الأوفر من العبث والتدمير، لتتعطل على إثر ذلك حياة أمة بأكملها. الكهرباء تعتبر عامل رئيسي بالنسبة للمواطن، تستخدم في عدة مجالات، يعني في المستشفيات، في النت، يعني له أهمية كبيرة جدا، يعني عبارة عامل رئيسي جدا، وتم استهدافه لغرض عدم التواصل بالنت، لعدم الإنارات المواطن، للمستشفيات. صار يعني انعدام التيار الكهربائي يعتبر إعاقة في الحياة. أتوا من الكهوف ليجعلوا الشعب اليمني يعيش في ظلام، ما يحبش أن يكون في نور، أن النور هذا يسطع على كل بيت وعلى كل منزل، يحب أن يعيش الناس في ظلام، في رعب، في خوف. هذا اللي حصل. ترتكز منظومة الطاقة الكهربائية في مدينة تعز على أكثر من مصدر، يأتي في مقدمتها منظومة الشبكة الوطنية المرتبطة عبر محطة مأرب الغازية والمنقولة عبر كابلات هوائية، يليها الربط المباشر من محطة المخا، وانتهاء بالمصدر الثالث المتمثل بمحطات التوليد الداخلية كمحطة عصيفرة، ومنها إلى محطات التحويل والمغذيات في شوارع المدينة وأحيائها. طبعاً تغذى كهرباء تعز من عدة مصادر رئيسية عبر الشبكة الوطنية التي تأتي من محطة توليد المخاء، مرتبطة مع محطة تحويل التوليد الرئيسية التي تأتي من رأس كتيب والمخاء والحسوة. هي طبعاً عبارة عن منظومة شبكة مترابطة، هذه تعتبر الشبكة الوطنية التي تغذي معظم محافظات الجمهورية. أيضا التوليد المحلي الذي في محطة عصيفرة دي كانت تنتج تقريبا 20 ميجا إلى سنوات، وفي السنوات الأخيرة كان يصل إنتاجها إلى 5 ميجا، مع بالإضافة إلى شراء طاقة عبر مولدات من شركات خاصة بحوالي 10 ميجا. هذه المصادر التي تغذي مدينة تعز. حوالي 10 محطات، 33 كيلو. محطة الضبوعة عبارة عن 33 كيلو، تتبع المحطة الرئيسية وفيها مغذيات، مغذي وسط المدينة، تبدأ المغذي من هنا ويغذي إلى منتزه باب موسى منطقة وسط مركز المدينة، وأيضا مغذي آخر يغذي المالية والبريد إلى صحيفة الجمهورية طبعا سابقا. حين اجتاحت ميليشيا الإنقلاب المدينة، تنامت حدة الرفض الشعبي وتذمر الشارع العام من ذلك التواجد المسلح، أمر دفع بتلك الميليشيا إلى السعي بخطوات حثيثة للبحث عن مكامن الضغط الحقيقية لإرضاخ المدينة وساكنيها. فكانت الخطوة الأولى لها
قطع خطوط الإمداد الرئيسية للكهرباء من خلال استهداف للأبراج الناقلة لها من خارج المدينة. طبعاً ضرب الأبراج وكان في مواجهات في الحوقلة وفي الستين، فضربت الأبراج الرئيسية المقابلة من المحاء ومن جهة إب اللي هي الغازية، فضربت الأبراج إذن فصلت الكهرباء عن المحطة. هذا أول خطوة، فصل الكهرباء أول مواجهات في تعز، فصل الأبراج، ضرب الأبراج بالقبائل. بعد ضرب الأبراج بقيت المحطة بدون مصدر الكهرباء، لو كانت فيها كهرباء كان تحمي نفسها بنفسها. من المخا إلى هنا كل الوائرات الآن يعني أصبحت التوصيلات التمديدات اللي هي لمدينة تعز أصبحت شبه معدومة، غير موجودة، ما فيش يعني ما فيش أمل يعني بإعادة الكهرباء إلا بتكلفة باهظة جدا. استطاعت الميليشيا خلال هذه الخطوة تطبيق سياسة العقاب الجماعي بحق سكان المدينة، ولم يبقى أمام السكان سوى بصيص أمل واحد اعتمد عليه لكبح جماح ذلك العقاب والخروج من طور العزلة والظلام، وذلك من خلال الاعتماد على محطات التوليد الداخلية المتمثلة بمحطة عصيفرة التي لم تقف طويلاً أمام ذلك الطوفان الميليشياوي الذي أخرجها عن طور الخدمة تماماً. يعني أكثر من 20 سنة أو 30 سنة محطة عصيفرة تم إنشائها، وهي طبعاً محطة توليد بالديزل، ومحطات توليد بالديزل هي محطات طارئة ومؤقتة الأصل، أنها تكون مؤقتة لحالة استثنائية، أما أنها تكون بصورة يعتمد عليها كصورة دائمة فهي مكلفة، وإنتاج الكهرباء بالديزل مكلف جداً، وتقريبا يطلع تكلفة إنتاج الكيلو واط إلى 80 ريال في الأيام العادية، أما الآن مع ارتفاع الديزل يمكن يكون أكثر. محطة توليد العصيفرة هذه تتكون يعني من 2 مولدات أبو 5 ميجا فولت أمبير و6 ميجا فولت أمبير، اللي ركبهم شركة الأهرام المصرية. كان في المحطة في 2 مولدات أو 3 مولدات من 2.5 ميجا، يعني في حدود 6 ميجا، و2 مولدات أبو 6 ميجا يعني في 18 ميجا فولت أمبير. هذه محطة توليد ديزل، تعمل بالديزل، تغذي 10 محطات مثل هذه المحطة، منها محطة المسراخ، منها محطة الحوبان طبعا قمعان، ومحطة مصنع البسكويت، ثم عن طريق خط الربط عدن من محطة العصيفرة، خط الربط عدن تغطي محطة التحويل الراهدة برضو من 30,000 على 33,000، من محطة الراهدة نغذي محطة تحويل التربة، التربة تغذي بالكامل مناطق الحجرية. فتوقف هذه المنظومة وضرب هذه المحطات معناته انتهى منظومة بالكامل، منظومة تعز. بداية الحرب كان شغال بعد ما تم استهداف الخزان الرئيسي حق الوقود، وضربوا كاتيوشال المحول الداخلي اللي كان العمل كله عليه، لما ضربوا اتوقف عن العمل، ولكن مشغلين القصف اذا يضربوا كل شيء موجود الضرب، بس المحطه كان شغال، كان نولع الحاره من ساعتين، من ساعه ونص، من ساعه، لما ضربوا علينا المحول الرئيسي يعني معناته انقطعنا، ما قدرناش نعمل حاجه، خلاص ما بدناش شيء. كان يحصل قذائف كما ترون في الخزان الرئيسي، وايضا بالبي ام، وايضا بالهاون، وايضا كما هو مصور وموجود موثق كل شيء، هذه كلها نتيجه عن اضرار الحرب. تم استهدافه من عده جهات، من جبل وعش، من جبل قراء، من زنوق، من 35 لواء 35، من الحوبان، من سيفتين، من عده اماكن. المحطه الان منتهيه جدا. لم يكن القصف الميليشياوي على منظومة الطاقة الكهربائية مقتصراً على الأبراج الناقلة للتيار أو محطة توليد عصيفرة، بل قادها نهامها
إلى استهداف محطات التحويل والمغذيات الرئيسية بشكل متعمد عبر قذائفها ورصاصات قناصيها، والشاهد الأبرز على ذلك ما تعرضت له محطة التحويل الرئيسية في مدينة النور وموظفيها. 4 مغذيات اللي تخرج من خلال المحطة هذه إلى وسط المدينة، أطراف المدينة، مشرع أبو حدنان بحدود أكثر من 20 قرية تغذيها، إلى اتجاه وادي القاضي، يعني تغذي نص مدينة تعز تقريبا. أثناء الحرب، أثناء المشاكل، بدأ توقف المحطة، كان التغذية توصل من المخا فانقطعت مع المشاكل وتوقفت نهائيا. في يوم واحد تقريبا 9 قذائف نزلت المنطقة، يعني هرب الناس من داخل المدينة بأكملهم، وكان في متابعة واعتقالات وتخويف لبعض السكان في المنطقة، مما دفع الكثير بالخروج من ضمنهم موظفين المحطة. كما تعلم أنه الدفاع القوي أمامنا، ولا الزنوق كمان، منطقة الزنوق كان هذه مناطق مشتعلة من اللي هو 35، والدفاع القوي كان مناطق اشتعال، وقذائف الهاون وقذائف الصواريخ الكاتيوشا أخافت الموظفين داخل المحطة، فكان هروب. كمان بمحطة الرئيسية بعصيفرة اللي الحوقلة كان فيها اشتباكات ومناطق اشتعال، معارك قوية جعلت أغلب الموظفين يتركوا العمل، كان نتيجة الخوف والقصف. كان في قنص كمان من الدفاع القوي على الموظفين، تركوا المحطة وأصبحت خراب. بعد هذا العبث الممنهج بمنظومة الطاقة الكهربائية، أصبحت مدينة تعز تتجرع مرارة الحرب ووحشة الظلام، حدث تضاءلت معه فرص البقاء وانقلبت موازين الحياة. جرم لمس وقعه الصغير والكبير، واكتوى به الصحيح والعليل، ولم يسلم منه أحد. كما تشاهدون الخراب والدمار، وأثرت على المواطنين في الجانب الكهرباء، في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، في الجوانب عديدة والجوانب الخدمية بشكل عام. وكما تلاحظون الآن ونحن في محطة الكهرباء، إلا أن الكهرباء منعدمة وغير موجودة، وأثرت على حياتنا بشكل عام. يعني لا يجد المواطن بما يستضيف في داخل بيته، الظلام في داخل البيوت، الظلام في الشوارع، الظلام صارت حياة الناس بسبب الميليشيات الحوثية كلها ظلام في ظلام. طبعا مؤسسة إيرادية، لما توقفت على ما فيش إيراد توقف الرواتب، عانينا الكثير، يعني أغلب الموظفين يعني تجدهم حالة نفسية في بهم نتيجة توقف الرواتب، والبعض منهم باع ذهب أسرته، باع أراضي، باع بيوت كانت لهم خاص بهم، باعوا لكي يعيشوا بسبب أنه انقطعت عنا الرواتب جميعا، ما قدرناش عاد نعمل أي شيء بعد ذلك. طبعا الحمد لله احنا في تعز، نظرا لان الاجواء بارده وليست بتلك يعني الحراره مش مرتفعه زي عدن والحديده، والا كنا لا نستطيع ان نعيش الا بوجود كهرباء. لكن نظرا لان الاجواء الطبيعيه في تعز يعني مناطق معتدله ليست حاره، لجأ الناس الى الطاقه الشمسيه وعاشوا فيها. لكن في الحديده وعدن لا يستطيعوا ان يعيشوا الا بوجود كهرباء، وتم توفير كهرباء لمحافظه عدن ودعمهم بالكهرباء. يعني إذا كان الدعم الشهري لمحافظة عدن ولمدينة عدن بحوالي أكثر من 40 مليون دولار قيمة الوقود، 40 مليون دولار، يعني باليوم الواحد أكثر من 1 مليون دولار قيمة وقود، تجي تحسبها تطلع تقريبا ما يقارب 20 مليار. واحد كان زميلنا وهو يمشي بالظلام طبعا بالليل، وجاءت القذيفة إلى المدرسة، ثم كان الراجع إلى رأسه، والساعة 10 تقريبا بالليل
مما سبب ضجة داخل المدرسة، وقمنا بإسعافه إلى مستشفى الروضة، لكن جاء النزيف شديد مما أدى إلى استشهاده رحمه الله. هذه أثرت في نفسي لأنه قاعد في الليل والإنسان قريب مننا وزميلنا، وفي الظلام كذا ما تعرف كيف تسعفه، ما نعرفش أين وقع الراجل هذا، لأن الدنيا كلها ظلام في ظلام. يعني مثلا شو يعملوا عملية ما فيش إضاءة، ما فيش كهرباء، انعدام الغاز وكثير من الخدمات، التبريد الكذا، العلاقة دي تحتاج إلى تبريد، تحتاج إلى كهرباء، كل هذه الخدمات كانت منعدمة. أيام صعبة جدا عاشتها مدينة تعز بداية الأحداث جراء الحصار المطبق عليها من جهة، ومن جهة أخرى انقطاع التيار. هنا ذهب الكثيرون ممن تيسرت لهم الظروف في اقتناء الألواح الشمسية، فيما البقية وهم الأكثر ظلوا يتجرعون قسوة الظروف وشبح الظلام. لجأ الناس في الظروف الحالية وظروف الحرب إلى استخدام الطاقة الشمسية، الطاقة البديلة لتغطية حاجتهم من الكهرباء لاستهلاك البسيط في المنازل والمحلات البسيطة. أما الورش والمنشآت الصناعية والمحلات الكبيرة رجعوا إلى المولدات بالديزل الذي بعشرة كيلو عشرين كيلو. أما معظم مستهلكي الكهرباء في محافظة تعز لجأوا إلى الطاقة الشمسية كطاقة بديلة، بطاريات وألواح وشغل يعيش. بدائل لا تقوم أو لا تؤدي إلا ما تؤديه الكهرباء. البدائل التي أدت يعني الطاقة الشمسية إلى الإنارة. أما هناك الثلاجات، هناك حافظة الطعام، هناك المكواة، هناك غسالة الثياب، هناك الأشياء التي تحتاج إلى كهرباء، ما تستطيع الطاقة الشمسية إلا بمنظومة، والمنظومة مكلفة. والشعب اليمني والمناطق هذه مناطق فقيرة جدا، يعني يلا يحصل اللوح الشمسي عشان الإضاءة. يعني معانا فعلا، معانا المواطن فعلا، ونحن نعاني من في داخل البيوت، وما حصلنا على الطاقة الشمسية إلا بعد يعني معاناة شديدة، ولا تقريبا ثلاثة بالنسبة لي أنا، يعني سنتين ونص وأنا على الأتاريك داخل البيت من زوار لزوار، يعني لا تستطيع تأكل في الظلام، تبات في الظلام، تفرش في الظلام، كلها معاناة وتعب. وهذا كله بسبب الميليشيات الحوثية الغازية الذي جاءت تنتقم من تعز وبين أبناء تعز. لم تكن هذه الخطوة بمثابة قارب النجاة الفعلي لحل الأزمة، فالمشكلة لا زالت ترمي بظلالها على واقع شريحة أكبر تعد الكهرباء ضرورة ملحة في أعمالهم كالمصانع والمستشفيات والورش والمحلات التجارية التي لجأت إلى استخدام المولدات بتكلفة أكبر رمت هي الأخرى بثقلها على كاهل المواطن وتجرع غصتها بكل مرارة. الطرف الذي تضرر القطاع الخاص، المصانع، الورش، المستشفيات والجهات التي يعني تستخدم طاقة كهربائية كبيرة، وأكثر من تضرر المستشفيات لأنه أصبحت تعتمد على الديزل كمولدات، فانعكست على المواطن لأن سعر الكشافة ارتفع، سعر الفحوصات ارتفع، كل شيء ارتفع، مما أيضا المواطن عانى من ارتفاع الأسعار. حتى صاحب الورش، صاحب الألمنيوم، صاحب الحديد عندما تأتي إليه يقول لك أنا مشغل مولد وارتفع المتر، بدل ما كان ب15 الآن المتر بأكثر من 20,000 أو ب25,000، صاحب باب الحديد اللي كان الباب الحديد ب20,000 الآن ب40,000. فانعكست غياب الكهرباء، صاحب البقالة عندما يورد الماء أو صاحب المحل يقول لك كانت ب60 ريال الآن يقول لك ب100 ريال. فهذه كلها سببت ارتفاع الأسعار وعانى الناس بسبب اطفاء الكهرباء. حتى الطالب في الجامعة أو في المدرسة عندما كان يصور الورقة أيام الكهرباء ب5 ريال الآن يصورها ب50 ب100 ريال. طبعا هذا لا شك أنه في بيع بأسعار مرتفعة، يخارج نفسه يطلع حق الغرامة والخسارة. البيتري طبعا ارتفع، الإتريك كان في زحم عليهم، عاد تشتري بالأسبوع تشتري مجموعة داخل البيت، الأبل اشتري ذاكر يحتاج إلى إتريك لحاله، البيت ذاكر يحتاج إلى إتريك لحاله، وهكذا. ما تشوف البيت اللي كلها تاريك بالصور حقهم. أكثر خراب قلبته على هذه المدينة هي ميليشيات الحوثي، يعني بدخولها إلى المدينة أصبح كل شيء مباح، لا
إذا كان هناك وعي عند الناس، عند جميع الأطراف، أن مؤسسة الكهرباء والخدمات العامة بشكل عام الأصل لا تمس، لأنها تؤدي خدمة للناس جميعا. في الدول الأخرى يحصل حروب ولكن الخدمات تبقى. في سوريا إلى الآن الكهرباء موجودة، في الصومال حصل حرب والكهرباء موجودة، إلا عندنا في اليمن أول ما تحصل أي صراع سياسي أو حروب يلجأوا إلى ضرب الخدمات، إما للتضييق على الناس وإما قد تكون لمصالح شخصية. تمر الأيام والشهور والسنين ومدينة تعز تسبح في الظلام، ليس هناك ما يبشر بخير لانتشالها من هذه العتمة. ميليشيا الإنقلاب لا زالت تصدر قذائف الموت للأحياء السكنية، ولا زالت أيضا تحاصر مداخل المدينة في وقت لا يلوح فيه في الأفق توجه الحكومة الشرعية لحل هذه المشكلة.